بسم الله. احنا ان شاء الله هنعمل فيديوهات ريفيو لكتاب برايمر اوف دايجنوستيك ايمجينج وكتاب كور راديولوجي شابتر شابتر، نشوف كل كتاب ماشي في المواضيع بتاع الشابتر ده ازاي. هنقول شابتر هيدا النك. احنا قلنا قبل كده ازاي هنذاكر للاشعه، وان انا عندي جزئين عايز اغطيهم، جزء النظري المعلومات النظري، والجزء بتاع الفيتو ميموري بعناية اشوف صور لكل كلمة نظري انا عارفها، وان اللي كاتب لي من معظم المعلومات الاشعة باختصار وينفع ملزمة ليلة الامتحان هو كتاب برايمر اوف دايجنوستيك ايمجينج والشباتر بتاعته، وان انا هشوف صور لكل كلمه مكتوبه في الكتاب دوت وعيوبه ايه وازاي اصلح العيوب ديت. وبرايمر اوف دايجنوستيك هو يعتبر اختصار الكتاب الكبير الدايجنوستيك ايمجينج. قلنا بعض التكست بوكس اللي ممكن تساعدني ان انا لو عايز اذاكر موضوع واعرف قصته من اوله لاخره كل تفاصيل الموضوع ده، ايه التكست بوكس اللي ممكن تساعدني؟ دايجنوستيك ايمجينج هو اللي ان شاء الله بعد كده لو تذاكر لدكتوراه هو الابجريد بتاعك. يعني انت لو كنت ذاكرت برايمر في الماجستير برايمر اوف دايجنوستيك، ممكن لما تيجي تعمل ان شاء الله ابجريدنج وتذاكر دايجنوستيك ايمجينج نفسه هتلاقي ان انت فاميليار بالتقسيمات بتاعته. التكست بوك التاني برضو المهم جدا كتب دكتور محمد سامي، مجمعة من سورسات كتير ومغطية كل موضوع بكل جوانبه وتفاصيله. هو كبير شوية لكن اللي يقدر يذاكر منه بماجستير برضو هيبقى كويس، وبيكمل البرانشات اللي ناقصة من سورس تاني. الكتاب التاني الصغير و في شرح اكتر وبيكلمك بطريقه ابسط، مش طريقه ملزمه البوينتس انت مش فاهمها، هو كور راديولوجي ممكن يساعدك برضو لو عايز تغطي بيه مذاكره الاشعه. فاحنا هنعمل ريفيو ان شاء الله لكل شابتر من كتاب برايمر وكتاب كور، وهنقول كده ازاي نجاوب الاسئله. كتاب برايمر في الشابتر السابع، عامل شابتر الهيدن نيك بعد السي ان اس، وهو في الاساس في الشباتر ما بيكتبش بيدياتريك لانه عامل شابتر بيدياتريك لوحده، لكن في مواضيع متسقطه بس قليله في الشابتر يعني عن البيدياتريك. بدا برايمر بالتمبرال بول وكاتب اناتوميكال نوتس مهمه ودايجرامات ببساطه ومعلومات اناتومي مهمه وسريعه ان بوينتس كاتبها. ده جدول مثلا للسكال بيس فرامينا وايه الاستراكشرز اللي بتعدي منه كرينيال نيرفز. بدا يشرح ايه التروما في تمبرال بول، جدول ما بين اللينجيتودينال ترانسفيرس فراكتشرز كومبليكيشنز اوف فراكتشرز. كل كلمه هو كاتبها دي صور كتيره انت تبص عليها وتعرفها. الانفلاماتوري ديزيز ممكن تافكت كل الايرز الاكسترنال والميدل والانر. بيلز بولسي ممكن يبان ازاي معنا اشعه ماستويدايتس. مراحل الباثولوجي كلها في الماستويدايتس، وكل برضو كل كلمه من دول عليها صور كتير تبص عليها. اكوايرد كوليستياتوما الموضوع الاهم في الميدل اير، والمقارنه ما بين نوعين الاكواير الكونجينيتال كوليستيرول جرينيلوما ان هو ممكن يطلع في اي مكان من التمبرال بون، لكن اهم مكان هو البترس ايبكس. مالجنت اكسترنال اوتايتس هيرنج لوس، عايزين نقف هنا وقفه. هيرنج لوس هنا مثلا برايمر كاتب لك ان انا عندي هيرنج لوس كوندكتيف وسنسري نيورال، وان اهم الديزيزز كذا، وان اهم الديزيز في الكوندكتيف هم كذا. طيب انا لو بفكر احط هجاوب سؤال اسئله في الاشعه،
أنا لو في امتحان Diagnostic and Interventional Radiology، امتحان الأشعة، نظري مادة الأشعة، مهم جدا ما انساش إن أنا عندي مواضيع Diagnostic ومواضيع Interventional، وفي جزء منها هيبقى كمان إن أنا ممكن أشارك في علاج العيان غير Diagnostic، أبقى كمان Therapeutic. أنا ممكن يجيلي في الامتحان أسئلة شورت، يقول لي مثلا في امتحان الأشعة MRI findings of كذا، زي مثلا لو هنطبق في الهيد اند نيك ممكن يقول لك MRI findings of orbital pseudotumor. ده سؤال دايركت، هتسمع الكلام اللي من الكتاب اللي انت حافظه اللي احنا قلنا مثلا برايمر، تسمع المعلومات اللي فيه على قد درجة السؤال وعلى قد الوقت. هتطول لو السؤال عليه درجات كتير، مثلا لو نفس السؤال ده MRI of MRI findings of orbital pseudotumor، لو هو سؤال قصير هتلم ايدك في الإجابة عشان الوقت وعشان على قد الدرجة، لو هو سؤال طويل يبقى انت هتطول في كل finding منهم، تبان ازاي وايه الديفرنشال دايجنوزس لكل فايندنج وتبان ازاي، وهنطول السؤال لو هو عليه درجات كتير. لكن لو سؤال قصير يبقى هجاوب على قد المعلومات اللي قلنا حافظينها نظري من برايم. لكن غير كده اشعه ممكن يبقى عندي اسئله طويله، ان انا هاو تو انفستيجيت، او ايه الراديولوجيكال ابروتش بتاعك، او ايه دورك كاشعه في كيس او في ديزيز. انت لازم ما تنساش ان احنا دايجنوستيك وانترفينشن، في جزء من الانترفينشن ان احنا نبقى ثيرابيوتيك كمان. هجاوب ازاي سؤال طويل زي كده؟ مهم جدا ان انت تبدا اجابه سؤالك بانترودكشن، تقول ان انا كلينيشن، انا كلينيشن قوي جدا، لازم ابقى عارف ان انا الهيستوري والاكزامينيشن مهمين في اي حاله. مثال، ودي دي تبقى مقدمه ومجرد امثله، زي في الهيستوري سن العيان هيفرق معاك جدا، لو هو مش قايل لك سن معين هيفرق معايا ان انا بكلم على ديزيز في سن صغير اطفال ولا حد كبير. في الاكزامينيشن هيفرق مثلا كمثال الفيفر، انا في الكيس سيناريو اللي هو قايله لي او السؤال بتاعي، انا في الاكزامينيشن في فيفر ولا مفيش، ده مثال على ايه في الاكزامينيشن ممكن يفرق معايا في الديفرنشال دايجنوز. وما تنساش مهم جدا ان انت لو السؤال بتاعك هي ممكن يبقى فيه بيزك لايف سبورت، ان انت لازم تذكر ان انت دكتور، انت مش هيجي لك عيان مثلا عيان تروما او عامل حادثه واول حاجه ان انت تجري تعمل اشعه، لا لازم تكتب ان انت مهم جدا، انا مش هنسى ان انا دكتور وهعمل البيزك لايف سبورت قبل ما اجري على تصوير العيان. بعد ما اقول الانترودكشن الصغيره بسرعه ديت، تاني حاجه هقول ان انا عندي ديفرنشال دايجنوزس، وانا همشي في اي ديفرنشال دايجنوزس بطريقه كونجينيتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميسلينيس، وهقول الكلام ده ان لايرز ان اناتوميكال لايرز، فانا ممكن اطلع ديفرنشال دايجنوزس كبير جدا لاي سؤال. زي ايه مثلا؟ زي مثلا سكروتال ماس، لو انا سكروتال ماس هقول كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك، همسك اللايرز السكين والمسل والفاشيا والتستكلز والفيسلز والنيرفز، لو انا مسكت ان لايرز كل دول ممكن اطلع ديفرنشال كبير جدا. اوبستراكتيف جوندس طول الطريق البيلير من 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 الـ من الليفر لحد منزل الديدنم، طول الطريق ده الاوبستراكتيف جوندس ممكن يطلع عندي كونجينيتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميسيلينيس كوزز في كل اناتوميكال لير او اناتوميكال ريجن. نفس الكلام سنسور نيورال هيرنج لوس كونجينيتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميسيلينيس على طول الطريق بتاع الهيرنج من الانر اير لحد البرين سنترز. فانا تاني حاجه بعد ما اقول له ان انا دكتور مهم جدا بيزك لايف سبورت، لو انا السؤال يستدعي،
هاخد هيستوري واكزامينشن وهيفرق معايا زي مثال سن العيان والفيفر، وانا عارف الديفرنشال دايجنوزيس اللي انا بفكر فيه للحاله دي اللي هم كذا وكذا وكذا الديفرنشال كله وامثله للحاجات دي، وانا كدكتور اشعه عارف كل الراديولوجيكال بروسيدجرز والاوبشنز اللي معايا، ايه الاجهزه اللي اخترعناها وايه الفحوصات اللي انا ممكن اعملها على كل جهاز، ودايما برتب دماغي بالليسته دي ان انا ممكن اعمل اكس راي من غير صبغه، اكس راي بصبغه، بلين اكس راي، كونتراكس اكس راي، سي تي، وكل التكنيكس والبروسيدجرز اللي انا ممكن اعملها السي تي، ام ار اي، وكل التكنيكس، سونار بالدوبرا والاستوجرافي، بكل حاجه عن السونار، انجيو، الانجيو ممكن اعمله بالسي تي او بالام ار، ممكن اعمله كاثيتر انجيوجرافي. وما انساش مهم جدا جدا لو انا ليا دور اشعه انترفينشن في الحاله او اشارك كمان في علاج الحاله، وما انساش ممكن احتاج جدا النيوكليير ميديسن، هيبقى الامجنج بتاعه مهم زي مثلا بالمونري امبوليز كمثال. و ما انساش اخر حاجه هيبقى في دماغي الهايبريد ايمجنج اللي هو بيبقى جزء نيوكليير وجزء اشعه زي البيت سي تي بيت ام ار. طيب دي الليسته اللي دايما في دماغي. يبقى انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على سؤال طويل هاو تو انفستيجيت في امتحان اشعه، زي مثلا سؤال الهيرنج لوس. يبقى انا هبتدي بهيستوري انترودكشن، هيستوري اكزامينشن، سن العيان والفيفر، دي كامثله على الهيستوري اكزامينشن، بيزك لايف سبورت لو انا تروما وسكال بيس فراكشر، الديفرنشال دايجنوزيس بتاعي لو انا هو مش محدد ان انا تروماتيك، لا ان انا اي حاجه، يبقى انا اوسع الديفرنشال وامشي في كل الاناتوميكال ريجنز بتاع اللي ممكن تعمل لي هيرنج لوس. ايه الراديولوجيكال بروسيدجرز؟ همشي بدماغي ايه ممكن من لسته الاجهزه دي والفحوصات اللي بتتعمل على الاجهزه دي تنفع مع الكيس بتاعتي. بعد ما قلت المقدمات ديت هبدا اقول دايجنوستيك انفورميشن لاهم ديزيزز انا قلتها في الديفرنشال دايجنوستيك، زي ما كده برايمر كاتب في الهيرنج لوس كوندكتيف. اهم حاجه انا كدكتور اشعه دوري مهم جدا ان انا ابقى عارف كوليستياتوما بكل تفاصيلها، ده مثال مثلا على البيترس، فده دوري كدكتور اشعه هقوله بالتفصيل. لكن انا عارف ان الديفرنشال بتاع الهيرنج لوس كبير جدا وقلته، لكن انا هسمع من اللي انا حافظه نظري اهم الديزيزز بالتفصيل. ومش هنسى ان انا لو ليا دور ثيرابيوتيك بالانترفينشن، زي على سبيل المثال لو انيوريزم، لو انا هخش اكويل الانيوريزم دي بالانترفينشن او هامبلايز تيومر او بليدنج، يبقى ده ترتيب الدماغي ازاي بجاوب سؤال طويل اشعه. طيب لو نفس السؤال ده تكنيكس، امتحان التكنيكس برضه ممكن يجي سؤال قصير على طول ودايركت يقول لك مثلا سمع لي تكنيك ام ار ديفيكول، هتسمع التكنيك بتاعك. او يجي برضه سؤال طويل هاو تو انفستيجيت او ريديولوجيك ابروتش بس في ماده التكنيكس، هتتكلم ازاي؟ هتبدا برضو الكيس بتاعتك ب انترودكشن هيستوري واكزامينشن، ومش هتنسى البيزك لايف سبورت لو انت عارف، والديفرنشال دايجنوز بتاعك، ودي وكونجنتال تروماتيك انفانتري نيوبلاستيك ميسلينياس ان لايرز، ده المفتاح بتاعك ان انت تجاوب تطلع ديفرنشال طويل جدا حتى لو انت مش مذاكر. وطبق ده مثلا على المثال اللي احنا ماشيين عليه الهيرنج لوس، وايه الراديولوجيكال بروسيدجرز كلها، الليسته كلها بتاعت الاجهزه والبروسيدجرز اللي ممكن اعملها عليها الخاصه بالحاله دي مثلا الهيرنج لوس. هيبقى مثلا في حاله الهيرنج لوس اهم حاجه عندنا السي تي بيترس وام ار بيترس، لكن في حاجات ثانيه ممكن تساعدني، انجيو مثلا في الفاسكولار تيومر. طيب يبقى كل الراديولوجيكال بروسيدجرز اهو، انا في امتحان تكنيكس، ده اللي فات ده مثلا ياخد مني صفحه او صفحه ونص في الاجابه، وهكمل بقيه الاجابه اللي هي مهم جدا اكتب اني تكنيكس، هكتب التكنيكس بالتفاصيل لاهم الفحوصات اللي بتتعمل للريجن دي. ف
في حاله مثلا هيرنج لوس هيبقى السي تي بيترس بيتعمل ازاي، ام ار بيترس يتعمل ازاي، هو ده اللي هجاوبه بالتفصيل في سؤال التكنيك. والكلام الاشعه هيبقى قليل جدا جدا، مش هتكلم بقى ديزيزز اشعه. طيب يبقى انا طلعت واحنا بنعمل ريفيو كده لكتاب برايمر، قلنا ازاي مثلا لو جالي سؤال طويل اجاوبه سواء اشعه او تكنيكس. وان برايمر هنا مثلا كاتب لك امثله على اهم الاسباب مثلا لدوت اللي ممكن تتكلم عليها بالتفصيل. مثلا كاتب لك ديفرنشال تاني ايه ممكن يعمل لك بلساتايل تينيتس وكاتبه بالتفصيل. تيومرز وكتب الجلومس تيومرز بالتفصيل، ودي تيومرز بتطلع في اماكن كتير ومشهوره جدا في هيد اند نيك. برايمر راح عامل ايه؟ راح رصص لك بناين تم بناين تيومرز تطلع في التمبر المول ومالجنان تيومرز، ورصص لك لسته طويله، وكل الليسته دي ليها كميه صور عشان انت تعرفها فوتو ميموري منظرهم ازاي. كونجينيتال انوميلس، الجدول ده صعب تذاكره، لكن هتلاقي ديزيز دي في ديزيز منها تتذكر معاك بعدي، اللي هو السندرومات اللي ممكن تأفكت التمبرال بول. ايه كونجينيتال ديزيز ممكن تأفكت الانر اير؟ زي ما قلت لك ان هو برايمر عباره عن اختصار او ملزمه كاتبه ان بوينتس الديزيز دي بعد ما انت ذاكرتها وفهمتها وبتراجع ليله الامتحان ازاي الحاجات دي. اوتوس كوليروزس او اوتوس بونجيوزس، وايه ديسبليزيس تاني ممكن تافكت التمبرال. بعد ما خلص التمبرال بون شرح الاوربت وقال برضو الاناتومي ببساطه خالص ودايجرام، الجلوب ريتينوبلاستوما ميلانوما كتيومر يطلع في الاطفال في الجلوب وتيومر يطلع في الكبار الميلانوما، والديزيز بقيه الديفرنشال دايجنوزيس بتاع الريتينوبلاستوما. بعد كده ايه انا جلوب شيب ابنورماليتيز ديفرنشال دايجنوزيس لوكوكوريا، اللي هو ايه الطفل يجي لوكوكوريا ايه الديفرنشال بتاعه اشعه. اوبتيك نيرف جليوما مينجيوما نيورايتس. بعد كده بدا يشرح تيومرز اوف ذا اوربت هيمنجيوما ديرمويد سيست ليمفانجيوما لكن جلاند تيومرز بناين و مالجنانت ليجنز رابدومايساركوما في الاوربت وميتاس انفلاماتوري وانفلتراتيف ليجنز في الاوربت اوربيتال انفكشن باختصار جدا طبعا ثايرويد اوربيتوباثي و اوربيتال سودو تيومر ومقارنه بينهم. هنا التروما بتاعت الاوربت وبرايمر كاتبها هناك في شابتر الماسكول سكيلتال التروماتيك ديزيزز في الماكزيلوفيشيال تروما في شابتر الماسكول سكيلتال كاتبها هناك مع بقيه التروما الماسكول سكيلتال. اف دايم تشستر و عنوان تاني ايه الاوكيولار مانيفستيشن في نيوروكوتينيوس ديس اوردرز الفريكوماتوسس. بعد كده برايمر دخل في الفارينكس واللانس وبرضه بيكتب لنا اناتومي اناتوميكال نوتس ودايجرام للاناتومي بارافارينجيال سبيس مهم جدا. فوكال كورد دي مش مهمه بالنسبه لنا قوي. نيزوفارينكس ايه الليجنز اللي ممكن تطلع في النيزوفارينكس. جوفينايل انجيوفايبروما مهمه جدا. نيزوفارينجيال كارسينوما وجدول حاطط بقيه سبيسز يطلع فيها ايه ليجنز كونجينيتال وبناين ومالجنان. كميه ليجنز كتيره جدا ك
تتابع البوينتس لارنس فوكال كورد. فارس بدا يشرح في اللارينجال ديزيزز، لارينجال سي، لارينجال تروما، بناين ليجنز، و مالينجنت ليجنز، لارينجال كارسينوم. دي عمليات اللارنس برضو تفاصيلها مش مهمة أوي. بارافارينجيال سبيس ايه ممكن يطلع فيه. كتب تاني الجلوماس تيومرز اللي جبنا سيرتها في التمبرال بول، وحاطط هنا جدول للكلاسيفيكيشن ده للتيومرز دي، مش لازم التفاصيل برضو بتاعتها معانا. البارانيزال ساينسز والنيزال كافيتي، كاتب اناتوميكال نوتس وفاريانس البوينتس بسرعه. اناتوميكال سبيسز مهمه جدا، تيرجو بلاتاين فوسا وريجنز ريليتد، كاتبها اناتومي. الساينسز الانفلاميشن، الساينسايتس الاكيوت والكرونيك، بوليبس ديستركتيف ساينسايتس، فانجل ساينسايتس، ميكوسيل، برايم تيومرز ومالجنانت تيومرز في البارانيزل، السيرجري في البارانيزل، نوز. البي دي اف دوت قديم، فيرجن قديم شويه، في الكتاب المطبوع لبرايمر في مواضيع تانيه مكتوبه اللي هي الكونجينيتال ديزيزز. الجلاند بدأ هنا في الفلور اوف ذا ماوس، اناتوميكال نوتس برضو ودياجرام، سليفري جلاندز ديزيزز، سيستيك ليجنز اوف سليفري جلاندز، باروتيد تيومرز، بناين ومالجنين تيومرز. بعد كده بدأ في الباراثيرويد، الهايبر باراثيرويديزم كاتبها هناك بالتفصيل في الماسكول سكيلتال ميتابوليك ديزيزز، باراثيرويد ادينوما، هايبو بارا ثيرويد نديول، وكاتب نوتس كتيرة على ثيرويد نديول والثيرويد كانسر، جريفز ديزيز، ثيرويد كانسر اهو. بعد كده بدا في الجزء بتاع المندبل والماكزيلا، اي سيستيك ليجنز تطلع في المندبل والماكزيلا، بناين ومالجنن تيومر سواء ادونتوجينيك او نون ادونتوجينيك، تيمبرو مانديبولار جوينت. وخلص شابتر الهيد اند نيك. بعد كل شابتر برايمر بيكتب جزء ديفرنشال دايجنوزس، برضه بيعيد نفس الريجنز اللي هو قالها باسئله ديفرنشال للريجن دي بعد ما ذاكرت النظري بتاعها. مثلا تيمبرال بون بنمشي فيها اناتوميكال بالتراك بتاعنا، ايه ديفرنشال سوفت تيشو ماس في ميدل اير، فاسكولار ماس في ميدل اير، ايه ليجنز ممكن تطلع انترنال اليتري كانال، جاجلر فوسا ديفرنشال دايجنوزس، مستويد بون ديفكت. بعد كده الاوربت ازاي افكر في كيس اوربت والاكلايز الليجن، اوربيتال ماسز باي اثيولوجي، اكسترا كورنال ديزيز، انترا كورنال ديزيز، ديفرنشال اوف اوربيتال فاسكولار اوربيتال ليجنز، ايه اوبتيك نيرف تشيف انلارجمنت، تريم تراك انهانسمنت اوف ذا اوربيتال نيرف، اوبتيك نيرف، اوكيولار ماسل انلارجمنت، ديفرنشال دايجنوزس، اوربيتال ماسز ريفيو كده في جدول، وديفرنشال دايجنوزس تشايلد هود اوربيتال ماسز مهمه، ايه سيستيك ليجنز اوف ذا اوربت، كي 1 هايبر انتنس ماسز في الاوربت، ايه يعمل تاني؟ يعني احنا عارفين الريتينوبلاستوما اشهر كالسيفايد ليجن في الاطفال في الجلوب، ايه يعمل تاني جلوب كالسيفيكيشنز ديفرنشال؟ بروبتوزس،
sudden onset, lacrimal gland enlargement, differential that means lacrimal, diffuse wound, sinuses, A ممكن يابلتريت السينس, النيزوفيرنس, parapharyngeal cord space masses, prevertebral masses, neck. سؤال مهم جدا, ايه cystic lesions في النك extrathyroid؟ سؤال مهم جدا, cystic lesions في الثيرويد, solid neck masses, differential, vascular head and neck masses, we ail its manifestations. مش هتبقى مهمة بالنسبة لنا, هي مهمة بره. طيب ده خلص كده شابتر الهيد اند نيك في برايمر. نشوف شابتر هيد اند نيك في كور راديولوجي. هنلاقي كور راديولوجي في الشابتر بتاع النيورو ايمجينج اخر جزء منه. بعد ما يخلص السي ان اس هيبدا الهيد اند نيك, وبدا الشابتر ب نيك انفكشن, وشارح البريفيرتبرال ريتروفارينجيال سبيس اناتومي ونيك انفكشن, ايه ممكن يجي في النيك انفكشن وانفلاميشن. بعد كده ديفرنشال مهم جدا شرحه, كور اللي هو سيستيك ليجنز اوف ذا نيك. ايه سيستيك ليجنز؟ ممكن تطلع في كل ريجن من النيك, فلور اوف ذا ماوس. باروتد راوند ذا ماندبل وي اذر سيستيك ليجنز. عنوان تاني ميسلينيس نيك ليجنز لينجوال. طيب بعد كده بدا جزء يشرح لانس و اناتومي دايجرام للاناتومي واناتوميكال نوتس, وبدا ليجنز اوف ذا لانس. بعد كده دخل في البارانيزل ساينسز اناتومي, كل ده اناتوميكال نوتس, ديزيزز ساينسايتس زي ما قلنا. كور راديولوجي بيشرح مش كاتب المواضيع ان بوينتس, وبيحط صور كمان لبعض الديزيز. سليفري جلانس اناتومي بناين باروتيد تيومرز, مالجنانت باروتيد تيومرز, وانفلاماتوري ديزيزز اوف ذا سليفري جلانس. بعد كده عامل عنوان سكال بيس او انتيريو سكال بيس و تيرجو بلاتاين فوصة, الاناتومي بتاع الريجون ديت. ايه بناين ليجنز ممكن تطلع هنا؟ انجيوفايبروما, جوفناي انجيوفايبروما, منجيوما. مالجنانت ليجنز تطلع في المكان ده, سيزيونيوروبلاستوما, سكويمس سيل واذر ليجنز. بعد كده شرح دخل في تمبرال بون اناتومي, external ear, middle ear, inner ear, وبدأ يشرح ال external ear و الباثولوجي بتاع external ear. بعد كده middle ear, كل الليجنز اللي بتوع أهمهم طبعا كوليستياتوما, أهم موضوع في الميدل ear. بعد كده inner ear anatomy و باثولوجي, تمبرال بون فراكتشرز, بيترس ايبكس, ديفرنشال دايجنوزز اوف ليجنز اوف ذا بيترس ايبكس. هنلاقيها في برايمر هناك مكتوبه في الجزء الديفرنشال دايجنوزز اللي هو و بيترس ايبكس ليجنز و كلايفس, ده جزء من السكال بيز, جلوماس تيومرز, باراجانجيومز,
مشهورة جدا في الهيد اند نيك، الاوربت، اوربتال اناتومي، اوربتال انفكشن، ماسز، اوربتال ماسز، اكسترا اوكيولر ماسل ديس اوردرز، اوبتيك نيرف، جليوما، ميوجيوما، نيورايتس، جلوب ليجنز زي ما احنا عارفين، و كونجينيتال ديزيزز ان ذا اوربت. هنا عنوان فاشيا spaces of the suprahyoid neck, masticator space, carotid space, we differential diagnosis, parapharyngeal space, revertebral space, cervical lymph nodes, وخلص شابتر هذا من كده في الكود.